بس انا عايز يعني هنا ليس بحثا عن مخرج يعني، لانه لكن الرسول عليه الصلاه والسلام هناك كلام قاله كنبي مرسل وهذا ثابت لا خلاف عليه، في كلام قاله كقاضي، نعم وفي كلام قاله كقائد دوله. طيب ليه ما نضيفش انه في كلام قاله الرسول يتناسب مع العصر ويمكن الا ينصرف الى عصر اخر؟ السنة جاء الحديث بالتعميم، فهو ده قاله باعتبار النبوة، لأنه في حل وحرمة، قال هذان حلالان لإناث أمتي حرام على ذكورها، فده نص واضح تحريم وتحليل، فده ما قالوش باعتباره رئيس دولة ولا ده قاله باعتباره قاضي، لكن هو فيه السنة كما ذكر ذلك الإمام القرافي أنها هناك تصرفات باعتباره رئيس دولة، هناك تصرفات باعتباره قاضيا، هناك تصرفات باعتباره نبيا يوحى إليه. فلما يجي يقول لنا أنتم أعلموا بشؤون دنياكم، لما يجي في المعارك يحفر الخندق، ده قاله باعتباره قائد حرب ورأى الظرف يقتضي هذا، أنا لست مقتديا في كل قائد حرب يحفر خندق. صحيح. لما يقول من أحيا أرضا مواتا فهي له، ده قاله باعتبار رئيس دولة، إن أنت الآن يجب أنك تاخد أرض لازم ترجع للدولة وتاخدها بالطريقة الرسمية. فهكذا السنة، ما هو برضو ده من الأمور اللي يمكن عايزة مساحة أكبر، هو الناس ملزمة بكل ما قاله كنبي فقط، لكن مش بكل الأمور الخاصة به. به كان يواصل الصيام في رمضان، يبقى أنا أواصل الصيام؟ لا، هل من منكم مثلي إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين بيعطيه قوة يتحمل، يمكن القوة دي مش فينا. بيقول ده باعتباره رئيس دولة، من أحيا أرضا مواتا زي ما قلنا، فمش كل اللي يقوله السنة دي بقى يعني إيه، تحتاج ل ده يمكن ان تحتاج يكون لموسم لوحدها، وضع يمكن يبقى ابواب الحديث بعد أيوة. ذلك يعني، لانه كمان مش كده، ده في احنا قلنا سنه الا باعتباره رئيس دوله، سنه باعتباره قاضي، وهناك باعتباره يوحى اليه باعتبار النبوه. طيب انا عايز ادرس كمان الظرف التاريخي لبعض السنن، الاحاديث وظروفها التاريخيه. اذا كان عندنا في القران اسباب نزول، ليه ما ندرسش اسباب ورود الحديث؟ صحيح. ايه الظرف اللي النبي قال فيه اخرجوا المشركين من جزيره العرب؟ ايه الظرف اللي قال فيه ده؟ وليه؟ لان دول معتدين، دول محاربين، دول كذا، دول كذا الى اخره. فالى الان نحن في حاجه الى دراسه الكثير من الاحاديث في ظرفها التاريخي. طيب يعني القضيه دي لانها قضيه مهمه جدا في فهم اشياء كثيرة، ويمكن هي بتخدم انه القرآن صالح لكل زمان ومكان، هي قضية الثابت في المعنى والمتحول في الأفراد أو في الأمثال، في الأفراد أو في الأمثال أو في الأدوات. هسأل حضرتك لختام هذا الموضوع وختام هذه الحلقة، في تغييب لهذه المعاني، يعني حضرتك لما بتقول هذا الكلام الآن ناس كتير تستغرب وتقول الله، طب ما هو موجود في الدين، طب لماذا يتم تغييبه على لسان المفسرين المحدثين الوعاظ الخطباء، يعني يتم تغييبه ليه؟ أولا تغييبه أعتقد العامل الأكبر فيه الجهل به، الجهل به وهذه مصيبة. والعامل الثاني اللي هو الأقل إنه اتقاء المشاكل مع الناس، مع انه ده ييسر للناس حياتهم يا دكتور. لا نؤسر السلامه، لانه هذا الكلام يفتح علينا الكلام والجدال والناس تطعن فينا وهات وكذا. العاملين دول هم السبب. السبب الاكبر الجهل. هي معلومات بتردد محفوظه وقوالب، يعني مثلا انت اسمع لمية وسطيه الاسلام. هتجد انشا. تساله طب الاسلام وسط في ايه؟ هيقول لك اسلام وسط، اسلام دين الوسطية، اسلام دين الرحمة، اسلام دين. طيب وبعدين ايه ترجمة ده؟ ايه ترجمة ده في الواقع؟ ما تلاقيش برنامج عملي، انما هو كلام. فتدخل الجامع وتخرج الشيخ كان بيخطب في ايه؟ لك كان بيزعق بس. فالجهل بعدين اللي انا يعني اعوذ بالله، مش قصدي حاجة، بس قصدي اقول انه الكلام ده بيستغرق بحث وجهد
مش كلام يعني كده، يعني عايز دراسة، والدراسة دي عايزة صبر، وتبقى أنت مؤمن بقضية، وأنت مؤمن بفكر، وأنت وكل المصلحين عبر القرون كده.